احنا اليوم في نهج القصبة في المدينة العربي نحكيو على كل ما هو افراح ومسرات ان شاء الله ربي يفرح التوينسا الكل ونعرفوا الحكاية تبدا بالملاك الملاك اللي هو توا ولا يتكلف اختي هات ناخذ شوية تفاصيل شنو نجمو نشريو وشنو لي شوال الموجودين نبداو من هوني شنو عندنا لهنا هذيك نستروا الحنه نتاع العروسه تاخذوا معاهم مخده ويدين وساقين تسكي حنه معناها حنه قطن شمعه وصحن الحنه هذي نتاع البيجو الكبير الاسوان نتاعهم هذوما قد ايه برشا سوين فما من 80 حتى كش ل 180 زوالي راسو يتعرى معناها ولا ايه هذوما لهنا فما دي ديزاين مختلفين اي هذوما هكاي بالبلكسي اي يبدا فيه انا العروسه وفما هكاي فيلور فما شكون يحب فيلور فما شكون يحب تروا بيس فما شكون يحب دو بيس وهذوما يخدموا فيونساي مش حنا مش هما ديجا يمشيو فيونساي بعديك العروسه باش تستحقهم للعرس خاطر هو بيدو اللي باش يقعد لها تحني بيه في العرس نتاعها وبعديك تبعثوا الراجلها باش يحني بيه هو زايد اي بتبيع كل بلاصه ولا وتقاليدهم وعاداتهم ودنيتهم فما شكون يعمل حنا فما شكون لي بيان سور يقول لي كل ما تزيد هكا دي ديتاي وزينه كل ما السوم كل ما زيد السوم نبداو من هوني قلنا لهنا قداه هذه هكا 140 اوكي واللي غادي هذوما هكا 140 هكا فما هكا 120 3 بيس ديما معاهم مخده ويدينو ساقين صحن وشمعه حسب ما يطلب الكليون معناها فما برشا موديلات صحن وشمعه اي اوكي والموديل والكولور ما عندوش دخل في لا جست الموديل الكولور فما برشا الوان فما البيج فما البلون الروزي الروج فما برشا الوان هات نختاروا احنا اغلى سوم قد ايه اغلى سوم عندك ماما عندنا 180 اغلى موديل 180 يبدا 3 بيس هكا 180 ايه هكا يبدا معاهم خده ويجينوا ساقين صحن فما برشا احنا تنوريهم لك ديجا وشمع احنا مش ناخذوا مستلزمات نتاع ملاك عادي اوكي قلنا 180 باش نشدوا الحسابه 180 شنو نجمو ناخذوا اخر باهي فما كوبيت كوبيت ديجا تنوريهم لك غاديك الكوبيت نمشيو للكوبيت مثال شاي فما هكي بلاتو دو كوب باليت وسكينه وصحن وزوز فراشت معاهم هكي ب 50 50 فما برشا سوين فما من 40 حتى 65 كوبيت تاع 65 يبدا هكي موديل هكي يبدا شارجي اكثر وانت قد ما الكوبيت يبدا يشارجي قد ما يغلى بيان سور في السوق بيان سور كل قطيعه وسومها يزيد اي تكتاح شويه الامور 65 هذوما شنو نجمو نشريو اخر احنا توا نحسبوا في قضيه نتاع فيونساي هذو باش نعمل هذه طبعا نتاع العروسه تعمل بيه طبعا في الفيونساي اللي مش العرس اي طبعا وهكي نتاع الصبي البنات اللي مع الحذر اي فوالا طبعا قد طبعا العروسة 10000 والصبية هكي 10000 دونك 20 20 طويب على الصبية زادة فما أقل في السوم فما متاع 5000 هكي هكي شنو نجمو نستحقو آخر؟ مروحة مروحة أي هذوما الأسوام يظهر لي كاسحين شوية قضي هذوما فما برشا سوين فما هكي 65 فما هذوما هكي 40 أي فما برشا سوين نحسبو متاع 65 مزيانين نتاعنا هذوكم قد ايه انا هكايا باهي هكايا تكلف 160 انا هو هذا اي 85 هكايا 20 شمعه 20 الكوسان الصغيره نتاع الحنه 15 والطابع 10000 اذا كيفاش ناخذوا هذايا هذايا بلاتو 91 اي وهو هكا يعني معمر ومروح كامل 180 زيد 180 هذه خامة العروسة في العرس في الحمام تستحق الحمام اي موديل جديد ديجا مازالنا كي خدمناه الجمعة هذي فما ارجون دوري قد يخدم؟ هذي 55 55 دينار فما اقل زيادة فما متاع 20 وفما متاع 30 اعطيني اقوى اغلى سوم هذي هكا 65 65 دينار باهي شنو نجمو ناخذو اخر؟ هذوما هكا بار بيس فما كليون تحب 50 كعبه فما يحب 200 كعبه فما يحب 20 كعبه انت والكليون شنو يطلب هذوما نبيعوهم بار بيس الكعبه ب 2500 اي هكا 2500 الكعبه فما دراجي لوز والا دراجي شوكولا فما هذه لا هذوما ميم بري 2500 الكعبه هذه دراجي شوكولا بنينا على الاخر ديجا الدراجي نتاعي الكعبه بقداش 2500 كل واحنا وحده باش ياخذ 100 كعبه قد تطلع 50 250 ابار سيبور سيبور تحب تكري خاطر نكري زاد السيبورات 20 السيبور كري
دونك نقولوا 270. اوكي اوكي. زيدوا 270 مع 270. قداش وصلت الحسبة؟ مسكين العريس. شنو نجمو ناخذوا آخر من هوني؟ نحكيو فيونسا ديما. سيرفييت تاخذهم العروسة، سير تاخذ كان سيرفييت العروسة. باهي قدا يذوفا؟ هكايا 15 سيرفييت جاتو. هذه من مهام العروسة. كهو. الحاجة الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي تاخذها عروسة. كهو. هذه قداه 15؟ العروسة تدخل بساقيها كهو. مع 15. باهي. هيا نحكيو شوية اليوم على العرايس اللي جيوكم لهنا، بما أنه توا قلنا هذوما قضيات عاديين ما فيهم حتى شيء، تاع فيونساي، ما حكيناش إذا كان فما حلو، إذا كان فما حاجات أخرى. بيان سور باش تاخذ العروسة مش العريس. بيان سور. نحكيو على 860 دينار، 860 دينار كوميم فلوس. هذايا فيونساي ما حكيناش على الذهب، ما حكيناش على لبستها، لبستها ولبسته هو، ولا حكيت هذوك من الكلا. اوكي 860 دينار من عندكم انتم لهنا كهو شوية. احنا فما عرايس يشريو بزوز ملايين وثلاثة ملايين من عندنا، كل قدير وقادرو. فما ديكوب لهنا يجيكم تحس انه هو سي بون وتقلق لانه ما عندوش ولا كل يوم كل يوم مسكين يبداو يتغصور ما عندوش، وهي تبدا متغشة ويبطلوا ساعات ما يشري وساعات كل ما راك ويخرجوا بتعركير. لا لا يخرجوا نفرحوا بيهم احنا ويخرجوا. فما تعرايف تصير قدامكم ولا مواقف هكا تقول برشا تعرايف كيما شنو احكي نعمروا عليه نضربوا ساعه نعمروا فيها في الاخر يخرج ويخلينا الكليون، هذيك اكثر طرفه قايبه. مش طرفه هذه طلع لك طنسيون. اي بيان سور ساكن يبداو يعمروا 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 يضربوا ساعة ولا ساعتين وفي الاخر يخرجوا متعاركين. لحميت والكنة ذوكم ديما يختلفوا متعركين. على السوم ولا يختلفوا على شنو؟ على السوم بالطبيعة ديما السوم. يا اخي شنو هي العرك في تونس؟ كان السوم فلوس. فما اقبال توا يعني بالنسبة احنا دخلنا في موسم صيفي نعرفوا العروسات تكثر توا، فما اقبال ولا مازال؟ شوية شوية خرجنا من العيد والباك توا بدات تتحرك شوية الجمعة هذه الايام اللي فاتت ولا يعني الحقيقة. وقتاش التوب نتاع الخدمه معناتها؟ الشهر هذا تبدا الخدمه ان شاء الله. جويليا. اي جويليا واوت. وتبيعوا كما نقولوا الجاليه اشقائنا العرب ولا؟ نبيعوا يشريوا يشريوا. وبالنسبه للتوانسه لهنا؟ نحن اكثر بتبيعها خاطر تحسها معناها حاجه نتاعنا، حاجه ما نعرفش كيفاش نفسر لك، اما هما مش كيفنا احنا يشريوا صحيح، اما حاجات فات فما دام بلايص ما عندهمش الحكايات هذوما الكل. ايه يحبوا حاجات تونس هما الحقيقه الجزائريه راه يحبوا حاجات تونس. قلنا التوب نتاع الخدمه هو في شهر جويليا. جويليا اوت. فشتي تخدموا؟ شتي والله لا ساعات في النهار وين تجيك ليونت هكا باش تبيع لها بيعه باهيه، سينوها سينو نهار يتعدى اكيك. شو تقول للناس اللي يقول لك التكاليف نتاع البلاك ولا غاليه، تكاليف القفه غاليه؟ اللي يحب الليل يسهر الليل بكله. فما شكون اجا نقول لك حاجه الملاك فما شكون يكلف ما يحب ما يكلفوش ميم با هكايا خاتم وتفيت في كنسترو حاجات صغيره. فما شكون ب 500 الف يعمل ملاك، فما شكون تقول لك لا تحب تتشرط انت وال انت و... معناها وال والطفله. فما شكون ما تحبش تكلف الراجل، فما شكون تكلف. انت شاهده عيال وتراها يوميا في لي كوب اللي يجيوك بصراحه يعني حسب ما عين. فما البنات مازالوا يتشرطوا وتقول لك اي ونحب هذه وما نحبش هذه ويتشرطوا توا وين ولاو البنات يتشرطوا على الاخر. هكا قاعدة تخوف الشباب الأولاد نحكي اللي ناوي حاجة يولي يخاف. الحقيقة نقول مش نخوف فيهم، احنا توا ولينا نشرطوا برشا البنات والله. تقول انت انه اليوم كل قدير وقدره تحب تاخو لوازم برشا فلوس ما تكلفوش لروحك متاع 500 600 الف، فما شكون يكلفوا حتى 5 ملايين. احنا جينا كليون الجمعه اللي فاتت قال ماخذ المرتو خاتم ديامون وبراسلي ب 5 ملايين ابار، معناها القضيه احنا قضي من عندنا مليون ونص وقتها. شوف انت معناها بين خاتم وفرده وحاجات فاتف من هوني معناها باش تكلفت له في 6.5، ومازال في صاله راه فيونساي ابار الجاتو ابار حلو ابار كل شيء، معناها توا ولا الفيونساي يتكلف في 10 ملايين. يا فرحة الشباب زدت كملت وهقتهم 10 ملايين فيونساي. اي كيبدا في سالة. اي. اما بيان سور توا اللي من الفيونساي الكل ولاو في سالة معناها. في سالة الكل بريسك ولاو في سالة.
يدو على قلبه 10 ملايين. بل كانت تجيب عائلتها يجيو عائلته هو معناه كعبتين وكعبه توا ولاو بال 200 يجيو ب 300 واحد. أبا صحيح تبار الفوتوغراف تبار الاورغانيست تبار كل شيء. دونك نحكيو على 10 ملايين في اونسايدو. ويظهر لي المراوح هذوما زاد انت تخدمهم باليد. اي نخدمهم انا باليد. لمسات مانويل كله. اي. ترانا خليك بالتصميم نتاعهم. باهي. قداي من هوني؟ هذوما هكايا 35 هذوما هكايا فيهم برشا موديلات يعني. اوكي. الفص يتبدل ديما. شو هكايا فما في الروج فما ارجون فما هكايا فما روزي فما بلو. والعروسه هي وشنو تشتهي يعني؟ هذوما نتاع عطية. هكايا نتاع عطية. واللي الفوقانيين هذوما تشتهي. هذوما هكايا البلون تاع عرس. فما هكايا في العطية فما شكون تلبس في الروزي. هكايا فما هكايا. في البلون سال فما برشا موديلات. ايوا كنت مرويح هذيك بقدا تكلف. هذوما هكايا 55 دو فاس ديجا. فما هذه زاده 55 فما هذه 75 خاطر ريش غالي. فما برشا سوي برشا سوي مش غاليين برشا. هذوما هكايا 75 هكايا هكا دوبل فاس بيان سور لهنا كل ديزاين وحده سمته اي خاطر الديزاين تفرق كل مروحه ومروحه.